تجد نفسك تحتار عندما تتخذ قرار ممزق بين خيارين، بالرغم أنك تعرف ما تريد، ولكن يظل دائماً ما تريد ليس المفضل لديك. عندك مشكلة في ترتيب القيم. لنبدأ هذه الجلسة بفحص قيمك الخاصة وما هو الأهم بالنسبة لك في الحياة. هذه الجلسة تصنع لديك سلم الأولويات حسب رؤيتك في الحياة.